نسمع جانب انا متشوق اسمع اسمع قصته هو هو لا تسمع من عنده ليش لا تسمع من عنده ليش؟ اسمع من عندي لا اسمع يعني من يقول لك الكلام الصحيح هو ما يقول الصحيح لا هو شوي يبالغ يبالغ ولا يالف الثاني انا حكيت بوث انا سمع حكيت قول ثاني عم قول متى حبيتها وليش حبيتها انا يعني انا حبيتها بال2014 الحب الفعلي من هو اللي يقولون من اول نظره هذا ابو التليفون ابو اربع ساعات هذا ابو اربع ساعات هذا أول تليفون هذا أول تليفون أربع ساعات في بالله تخيل إي متى حسيت إنه هي حتكون زوجتي؟ من أول يوم من أول يوم في بالله من أول لقاء بيننا من أول تليفون أنا أنت تعرفه هي هالقد؟ إي أنا عرفتها بال 2010 في سوريا كانت جيران أهلي إي ولا ذيك الطفلة يعني لقاء كان هي بضد اللي قاعدة على أعصابها لا قاعدة على أعصابها تشوف إمتى راح يعني ما كان ببالي شيء لكن ظلت ببالي هاي البنية الحلوة الصغيرة الناعمة وبعد ما التقينا تفاجأت لما قالوا لي إحنا وصلنا ميشيغان وحبيت أقدم المساعدة يعني تعرف يعني كان عندهم رقم تليفوني أحب أقدم لهم الخدمة هذا تليفون أبو أربع ساعات لا هي هي بصراحة لا هي بصراحة ما كان هي دزت لي مسج على انستغرام اي مسج على انستغرام لا كانت والله والله حتى ما اظلمها لا لا صح مصطفى كان 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 عندها شغل يعني كان عندها انترفيو وياي واعتذرت من الانترفيو ما صار لان هو اوريدي كان مسوي حلقه كامله بس ما معروضه على نفس القناه اللي اني كنت اشتغل بها شو حبيت فيها بصراحه صدقها وامانتها وذكائها وحرصها الدائم في كل شيء مو مبذرة ربت منزل درجة أولى إنستغرامها كله ماركات حنينة مو مبذرة ها هي إنستغرامي كله ماركات أحرض أنا أعرض الصفحة إنستغرامي كلها تجمع هي مو أنا يدا أقول لك هي هي أبدا مو مبذرة هي اللي يعني حريصة يعني المناسبات يعني أنا أقدم لها هدية أقدم لها مثلا مبلغ من المال هي ما تروح تصرفه تجمع ألف على ألف خمسمية مية يعني ينجمع عندها مبلغ تقول لي أرد أشتري مثلا هاي الهدية أروح وتقول لك طب أنت شو حبيتي فيه من الأول حبيتي فيه مطرب من الأول كان صح؟ إي كمطرب بس بعدين لما تعرفت على حسام شو حبيتي فيه؟ كل شيء يألف قصص ويبالغ فيها هم حلوة هم حلوة طبعا إي حلوة يعني صدقاً أني أحكي حسيت إمتى حسيت إنه ممكن يكون زوجي أبو أولادي؟ لما نقدم لي الحلقة أوكي إحنا شلون طبعاً هو الخطوبة ما كانت خطوبة تقليدية عزمني على مطعم وكان صديقة وزوجة الصديقة فأني رايحة أدنى تعشى وطلع هو مسوي مفاجأة مثل الأمريكان يقدمون الحلقة و الحلقة يعني الخاتم خاتم الزواج إيه؟ وينتظر من عندها توافق أو لا إيه؟ فهنا أنا خلاص عرفت وافقتي؟ وافقتي طبعا لا استشون أنا قاعدة وياك